بنتكلم في ملف مهم جدا هنا، وحضرتك طبعا رئيس الاولمبياد الخاص. بس سريعا، طبعا الاولمبياد الخاص ده اللي هو بيبقى من ذوي الهمم، اللي عندهم مشاكل، يعني بيسمى عقليا تحديدا، يعني احنا بنقول عليه فكريا. احنا يعني الاولمبياد الخاص دي مؤسسه عالميه غير هادفه للربح طبعا. مهمتها الاساسيه هي رعايه ذوي الاعاقه الذهنيه. احنا عندنا الاعاقات كتير قوي، في اعاقه بصريه، في اعاقه حركيه، في اعاقه سمعيه، قصار وفي قامه غيره، بالظبط، وفي اعاقه ذهنيه. من وجهه نظري ومش تحيز، هي اصعب الاعاقات، لان ايا كانت الاعاقات التانيه ده شغال وتقدر تتفاهم بالظبط وتقدر تعمل، بالظبط. لكن الاعاقه الذهنيه الحقيقه بتبقى صعبه شويه. انشئت الاولمبياد الخاص في سنه 68، والنهارده موجوده في 200 دوله. احنا مؤسسه بتاعتنا يونيفاي ايجيبت، مؤسسه مسجله في التضامن، احنا اللي بنمثل عندنا الاكريديتيشن بتاعت الاولمبياد الخاص المصري. هايل. الحقيقه احنا بقالنا سنين طويله، ويعني الواحد لازم يقول ان الفضل لوجود الاولمبياد الخاص في مصر كان للسيده ماجده موسى الله يرحمها، الله هي اللي يرحمها، اسست كانت ده. شخصيه محترمه وقيمه فانا كبيره بحب دايما اذكرها بالخير، طبعا. لان هي اللي بدات، ما كانش عندنا حاجه للعاقه، هي اللي بدات وعملت الكلام ده، والحقيقه مجهودها ما زال طبعا شغال، واحنا بنكمل مسيره ماجده موسى. طيب احنا بقالنا موجودين في مصر حوالي 20 سنه، اكتر من حاجه و20 سنه. اتعاملنا مع عدد ضخم جدا من ذوي الاعاقه الذهنيه. طب هل احنا بنعمل ايه؟ هنتكلم عن الرياضه حالا، بس احنا كمان الميزه عندنا ان احنا مش مؤسسه رياضيه، ولكن مؤسسه بترعى ذوي الاعاقه الذهنيه من جميع النواحي، اجتماعيا وصحيا ونفسيا، ودمجهم مع المجتمع. ودمجهم مع المجتمع. عشان كده حتى المؤسسه بتاعتنا لما سميناها يونيفاي ايجيبت، يعني الدمج، لان كل العالم دلوقتي بيقول ان دمج ذوي الاعاقه عامه، بس خاصه ذوي الاعاقه الفكريه في المجتمع، وتعاملهم مع الاصحاء بيفرق جامد جدا في تنميه القدرات بتاعتهم. صح. النهارده في المدارس الاطار بقت ده احنا مدارس كنا دمج. بنتكلم من شويه ونهوند في التفصيله دي، وقلنا ان احنا لاحظنا تغيير ملحوظ في المجتمع وفي نظره المجتمع لذوي الهمم بشكل والتعامل غير معاه. طبيعي. عايز اقول لحضرتك، كان زمان اللي بيجي له طفل عنده اعاقه ذهنيه غالبا بيقفل عليه طبعا ومحدش يعرف عنه حاجه. يعني احنا كنا من كام سنه كده بنفتح فرع الوادي الجديد. فاحنا بنعمل كشف طبي كل 3 شهور لحوالي 300 طفل من ذوي الاعاقه. ليه بقى؟ لان ذوي الاعاقه الذهنيه بطبيعتهم بيبقى عندهم امراض اخرى، سواء في القلب او في السمع او في النظر. دي اكتر حاجات ربنا عندهم يشفيهم ان فيها. شاء الله يا رب. فاحنا بنعمل كشف طبي لغير القادرين كل سنه. فكنا بنعمل هذا الكشف الطبي في الوادي الجديد، وجات لنا ام معاها بنتها. دايما السؤال الاولاني، قولي لنا الطفل بيقضي يومه ازاي؟ طلع ان هي بتصحيها الصبح، تفطرها وتشطفها، وبعدين تغليلها نبات كده بيطلع في الوادي، يعني منوم، عشان تنام لحد بالليل، وبعدين تعمل نفس الحكايه بالليل وتديها نفس المنوم لحد الصبح. مش عارف اتعامل معاها. النهارده لا، مفيش الكلام ده. النهارده لما لعبنا في الاولمبياد، الالعاب العالميه اللي فاتت في دبي، كان معانا 3 من الوادي الجديد. ودي كانت حاجه مفرحانا جدا، ان بعد ما فتحنا الفرع بتاع الوادي الجديد، احنا شفنا ولاد في الوادي الجديد لما شافوا الكوره ما عرفوش ايه دي، عمرهم ما شافوا كوره، ايه دي يعني، اعمل بيها ايه؟ فالحمد لله.